انطلقت فعاليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة برئاسة رئيس مجلس الشيوخ رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك تحت شعار الأخضر حياة. يقام المؤتمر في إطار تحضيرات لاستضافة مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ نوفمبر المقبل. وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن تخصيص مقر دائم للمحكمة العربية للتحكيم بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يساعدها على تحقيق أهدافها، معربا عن الشكر والتقدير للرئيس السيسي للرعاية الخاصة التي أولاها للمحكمة منذ اليوم الأول لإنشائها من منطلق دعمه المستمر للعمل العربي المشترك. معبرة عن خالص الشكر والامتنان لما حظيت به المحكمة العربية للتحكيم منذ البداية وما زالت برعاية كريمة ودعم مستمر من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يدعم دوما العمل العربي المشترك، حيث تم تخصيص مقر المحكمة بمدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، وما زالت الخطوات تتوالى توصلا لقيام المحكمة بدورها المنشود. إن التغيرات المناخية الناجمة عن الاستخدام غير الرشيد للمواد الطبيعية والاعتداء المجحف والمستمر على النظام البيئي فرض على العالم بأسره تحديات متسارعة تعيشها الإنسانية اليوم، بما كان لزاما معه على جميع دول العالم من خلال دفع عجلة التنمية أن تسعى إلى تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على مستويات التقدم المنشود من جانب، وحماية حق الأجيال المستقبلية في بيئة سليمة من جانب آخر.